تمام بعلاقة بسبعة ونص جملة بعشرين قطعي 25 25 جنيه اي برفان من اللي احنا قلناهم دول كم دي يا محمود؟ نعمل 30 جنيه 30 جنيه 35 35 جيب 30 جنيه جملة وقطعي 30 جنيه 30 جنيه دي عاملة 35 جنيه حلو قوي عاملة 35 دي 35 تمام 30 جنيه 35 قطعي 25 25 وبيبدأ معانا الاسبرين من 7 جنيه ونص عامل 100 جنيه 100 جنيه ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ازيكم حبايبي يا رب تكونوا بخير النهارده يوم جديد وجوله جديده وعروض جديده من محلات مندو عروض قبل العيد كل سنه وانتم طيبين عملنا خصومات وعروض حلوه جدا للمتابعين النهارده فيديو سبراي وبرفان بادئ معانا السبراي ب 7 جنيه ونص والبرفان 7 ونص ايوه بادئ معانا من 7 ونص والازازه ال 100 مللي معانا انواع كتير جدا جدا ب 25 جنيه ومعاها ازازه بليه تتشال في الشنطه كمان هديه معانا من الانواع اللي ب 25 دي بقى سكربشر اديداس معانا وان مان شو معانا كاسيليا معانا تندر معانا سندريلا انواع كتير جدا جدا ومعانا عرض البرفان العربي تحفه معانا كمان مجموعات كامله تنفع معانا هدايا باسعار رهيبه جدا جدا كل حاجه هتشوفوها معانا في الفيديو العنوان بالتفصيل مصوره اخر الفيديو وهسيبه لكم على التليجرام في اول تعليق مثبت وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه بس قبل ما ابدا الفيديو انزلوا حالا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس وخير الناس انفعهم للناس ونبدا الجوله على بركه الله سبراي وبرفان سبراي بيبدا وبرفان بيبدا معانا من 7 جنيه ونص وفي برفان ب 7 ونص سبراي وبرفان ب 7 ونص هنشوف معانا ده البرفان بص ده البرفان رجالي وفي حريمي رجالي وحريمي ده الستاند ب 180 في ده 60 يعني ب 7 جنيه ونص ب 7 جنيه ونص جمله وقطعي يا محمود ده حريمي اه بص ده حريمي طبعا بعلاقه ب 7 ونص دلوقتي ياما مشهور جدا جدا يعني بيتحط في الشنطه بيتحط في الجيب حلوه جدا دي بصوا سوري بخيخه رش الريحة بتاعتها حلوة برضو جميلة. مش وحشة حلوة جدا دي ب 7 جنيه ونص رجالي وحريمي في ايه معانا تاني؟ يبدأ معانا بقى بعد كده ب 20 جنيه هنبدأ ب 20 مللي برفان 100 مللي حريمي ورجالي هنشوفه برضو معانا دلوقتي برفان سكلابشر سكلابشر لا هتعدل لي كده يا محمود عشان الإضاءة ده رجالي 100 مللي ده 100 مللي سكلابشر سكلابشر تمام وبيجي معاه بليا بيجي معاه واحدة كمان صغيرة بليا اللي هي دي هدية هو عامل كام ده؟ 240 جنيه يعني ب 20 جنيه جملة وقطاعي قطاعي ب 25 قطاعي 25 جملة 20 جنيه جملة 20 وقطاعي 25 ومعاه كمان واحدة بالي هدية تمام ده عرض ده هوجو ده عرض الهوجو برضه عامل كام الهوجو؟ نفس السعر كل المجموعة دي نفس السعر دراكار 30 جنيه 25 والقطاعي جملة ب 20 جملة ب 20 قطاعي 25 ومعاه واحدة بالي كمان تمام دراكار نفس السعر نفس السعر دي برضه 25 يا جماعة كل ده سعر واحد اديداس واديداس برده 25 جنيه اللي عايز ياخد سكرين بس يا محمود دي 25 جنيه اللي حابب ياخد سكرين كله معاه بليه هديه يا محمود 25 ومعاه ازازه صغيره البليه اللي هي الشنطه يعني شال في معاكوا في جيبكوا كده البوس برده 25 البوس ومعاه واحده هديه صغيره 20 جنيه للجمله 20 جمله الجمله بتحسب من كام قطعه؟ من 6 قطع من 6 قطع جمله بصوا 25 كله معاه ازازه صغيره هديه برده 25 ومن شو طبعا معروف جدا حلو قوي ده برده 25 جنيه ومعاه البليه هديه و20 جنيه للجمله تندر اتفضل دول تندر حريمي ده حريمي يا جماعه عامل برده كام نفس السعر 25 جنيه انا بديكم بس عشان تاخدوا سكرين دول جادول 25 برده 25 20 جمله 20 جمله 25 قطعي ومعاه ازازه صغيره كاسيليا كاسيليا برده كاسيليا 25 يا محمود 25 ومعاه ازازه صغيره هديه برده 25 جنيه اي برفان من اللي احنا قلناهم دول ده كتير قوي عرض ال 25 كتير تمام بص في حاجات تانية فوق لا بصوا في حاجات كتير قوي فوق كل ده 25 اللي فوق ولا ايه؟ 25 جنيه بصوا ده برفان سندريلا الشوال سندريلا اللي هو الشوال اسمه كده عامل كام ده؟ تبع شركة جي بي ده عامله 30 جنيه دي عامله 30 جنيه بصوا هي هديه مش محتاجه تحطوها في هديه ولا تتغلفوها هي جايه اصلا في الكيس بتاعها هديه بصوا تحفه الشيكه دي عاملة كام دي يا محمود؟ عاملة 30 جنيه 30 جنيه بتيجي متغلفة في الكيس بتاعها زي اللي تحت ده بصوا اوريه لكم في ده تلات الوان منها تلات الوان منها ب 30 جنيه بصوا زي دي كده بص حلو قوي دي ب 30 جنيه الروايح بتختلف يا محمود؟ الروايح كل رايحة بتختلف عن التانية بصوا تلات الوان بتلات روايح الواحدة قلنا عاملة كام؟ 30 30 جنيه جملة وقطاعي ها؟ في حين تمام جي بي ده في علبه جديد برضو ده جديد جدا ايه الشغل الجديد ده يعني حاجه بصوا ده عامل كام قبل ما نفتحه كده دي جمله ب 30 قطاعي
35. هنفتح نشوف شكل العلبه من جوه. دول ثلاث روايح مع بعض يا محمود، مش ريحه واحده. تمام. بصوا دي تتقدم هديه حلوه قوي برضه يا محمود، حلوه قوي. بصوا انا بسمع 30 اقول ريحه مش قوي، بس بجد الفيديو اللي فات برضه فتحت لي ريحه كانت فظيعه، حلوه قوي ب 30 برضه. جمله وقطعي ولا 35؟ جمله 30 قطعي 35. قطعي 35، كل ريحه مختلفه عن الثانيه. بصوا تمام، حلو قوي. بصوا ثلاث روايح مختلفه، دي جمله 30 قطعي 35. بالفرن جيبي الصفيح. جيبي الصفيح 35 يا جماعه. تمام، دي حاجه ثانيه برضو. بالفرن الكرود برضو تبع شركه جي بي، تبع الجي بي برضو، شركه مش شغل شعبي. الشركه يا جماعه دي بتبقى عليها طبقه تول من بره. تمام. حلو. اربع الوان باربع روايح. نشوف واحده كده، يعني هي البنفسجي دي لافندر بيتهيألي. بص ده الاسود بتاعها، عامله كام دي؟ عامله 30 جنيه. 30 جنيه جمله ولا قطاعي؟ جمله وقطاعي. جمله وقطاعي 30 جنيه، على اختلاف الروايح بتاعتها، يعني في اربع الوان منها باربع روايح مختلفه. بص برضو عشان تبان معايا، دي ب 30 جنيه جمله وقطاعي. تمام. الاربع الوان بتاعها. الاربع الوان باربع روايح مختلفه. 1 2 6. تمام. طبعا بلفان 2126 مشهور جدا. 2126 الناس اللي بتدور عليه. ايه الجمال ده؟ استنى اثبت لنا كده يا محمود، ايه الشياكه دي؟ حلو قوي ده. لا وجديد ده، اتنين مع بعض. بصوا دول ازازتين مع بعض، حلو قوي، حلو جدا. دي عامله 60 جنيه. 60 جنيه، هنقف دقيقه بس الاذان ونرجع تاني. بلفان بولو. برفان بولو. ثلاث الوان يا عمر. بصوا ثلاث الوان. عامل كام ده؟ بقوله عامل 30 جنيه. 30 جنيه. بصوا لا افرد لنا الثلاثه كده نشوفهم. ده 100 مللي. البولو عامل كام؟ 30 جنيه. 30 جنيه، حلو قوي. كل واحده من دي ريحه مختلفه. ريحه مختلفه. ثلاثه ازرق احمر اسود. تمام، 30 جنيه. في برفان ايفوريا. ايفوريا. تمام. هو البني والموف. براند كيلفن كلاين. عامل كام ده؟ عامل 35. 35 جنيه. جمله وقطعي ولا ايه؟ جمله وقطعي. جمله وقطعي. طب اتفضل. بص سنت حريمي. بص حريمي عامل كام البص الحريمي؟ 35. جمله وقطعي برضه 35. جبانة. دي جبانه. دولسي جبانه. عامله 35. 35 جنيه. نفس شكل العلبه كده. تمام، حلو. نفس الشكل دي. الحاجات دي بلندات معروفه جدا. تمام. مشهوره. طب اعدلها لنا. كوكو شانيل. كوكو شانيل. كوكو شانيل عامله 35. دي 35 برضه. بص انا عشان الاضاءه بس 35. اس اي. تمام، اتفضل. دول يا محمود كل ده 100 مللي. كل ده 100 مللي. بص اس اي. دي البراندات المشهوره اللي بيعها على النت اونلاين. دي اس اي. ده برفان الاس اي. عامل كام ده؟ دي عامله 35 جنيه برضه. 35 يا جماعه. جمله وقطعي السعر ده. جمله وقطعي. تمام، بس اللي هياخد كميات له اسعار ثانيه. له اسعار ثانيه بكميات يا جماعه. 35. في الابيض والبامبا والموز. يعني دي في منها الوان كمان بروايح، كل لون له ريحه مختلفه. تمام. في السوفاج. السوفاج. السوفاج رجالي. رجالي. عامل كام؟ 35. 35 برضه. طبعا معروفه جدا. تمام. هجيب لك. بصوا احنا بنوريكم الماركات سريعا عشان ما نطولش عليكم الفيديو. فيكتوريا سيكريت. فيكتوريا عامله كام الفيكتوريا؟ فيكتوريا دي عامله 35. 35 برضه. ايه الشياكه دي يا محمود؟ كل حاجه تلاقي نفس الازازه الاصلي بالظبط. بصوا هي هي. بصوا نفس كوبي بس نفس الازازه. دي هاي كوبي يا جماعه، حلو قوي. عامله 35 دي. 35. تمام. شركه الفادي. بلاك اكس اس. الفادي عامله كام دي؟ 35. 35 جنيه. وبلاك اكس اس. وفي منها البيوت بلاك. كل ده 35. حلو قوي. تمام. 35. الجيليا بتبقى جلد من بره زي المحفظه كده. برفان مرسيدس. مرسيدس بقى مشهور قوي ده، بيعملوا تركيبات كمان فحلو قوي. عامل كام المرسيدس؟ 40 جنيه. ب 40 جنيه. تمام. جمله وقطاعي. تمام. ايه الشياكه دي يا محمود؟ ده برفان بيت بوي. بيت بوي. لا بص الجنب، ورينا جنبه بس كده يا محمود. بص الشياكه، ايه الجمال ده؟ شكلها تحفه. عامله كام دي؟ نعم 55. 55 جنيه. بيت بوي 50 جنيه اللي بياخد الجمله. الجمله 50 جنيه. 55 للقطاعي. تمام، حلو قوي. برفان احلام الليل. برفان عود مميز ده طبعا، يعني احلام الليل محتاج. يجي كميات محدوده كده وبيخلص في ساعتها. تمام، حلو قوي ده برضه. عامل كام ده؟ الفتره دي بس. وعود برضه. عود مميز. عود مميز واحلام الليل. عامل كام ده؟ عامل 50. 50 جنيه. جمله وقطاعي برضه. تمام. انفكتوس.
انفكتوس عامله كام دي؟ 40. 40 جنيه رجالي؟ اه تمام. 212 مان. 212 مان اه عامله كام برضو؟ 212 مان عامله 65. القطاعي؟ اه 65. تمام. شانيل؟ شانيل عامله كام؟ 35. 35 فيكتوريا سيكريت. بص 35 فيكتوريا سيكريت برضو. اه الشياكه دي عامله كام دي؟ عامله 40. 40 جنيه جمله وقطعي برضو. جمله وقطعي تمام حلو قوي. انا برضو ما بقبضش بلاشات فيكتوريا سيكريت. اه فيكتوريا برضو عامله كام الباديز بلاش؟ اللي هما دول بلاش دلوقتي اللي معاه جليتر. اه ده معاه جليتر ده ملمع كمان. اه عامل كام ده؟ المهم ده ديت عامله 16 جنيه جمله و20 قطعي. 20 قطعي. 20 قطعي تمام. فيكتوريا سيكريت الحجم الكبير. اه دي الحجم الكبير 30 جنيه جمله وقطعي. ده جمله ب 27 ونص. 27 ونص قطعي 30 تمام برويحها برضو. جميلة رايحة. اه رايحة تمام. في برضو فيكتوريا سيكريت دوت باديز بلاش. ده باديز بلاش برضو عامل كام ده؟ 30 جنيه. 30 جنيه تمام. طب قطعي ولا جملة؟ قطعي جملة. قطعي طيب تمام. برضو جليتر. ده جليتر برضو. معدل الجسم. حلو قوي. جميع الروايح. كل الروايح موجودة. في باديز بلاش عند بادي. في ده عامل كام؟ ده من 20 جنيه جملة. 20 جنيه جملة تمام. في معنى تاني؟ سبريت جالاكسي. جالاكسي. اه اللي هي دي كل واحده بريحه لوحدها. طبعا حريمه عامله كام؟ ده عامله 33 جمله. 35 قطاعي. في عندنا انا ببيع لك انا وياه. البرفان العربي. اه البرفان العربي. الخليجي. الخليجي ده اللي هو ده كل ده. تمام عامل كام ده؟ ده عامل 33 جمله. 35 قطاعي. بص 35 قطاعي. عندنا برفان جالاكسي بريحه البرفانات. اللي هو الجالاكسي ده. بص هجيلكوا هنا برضه. حلو قوي عامل كام ده؟ نعمل 33. 33 قطاعي. قطاعي 35؟ بالظبط. قطاعي 35 و33 جمله. السبريد تركي 250 مللي الحجم الكبير. ده التركي الحجم الكبير عامل كام؟ عاملين على عرض ب 33 جنيه بس. 35 قطاعي. بالظبط. تمام ده ب 35 جنيه التركي. تمام. بروايحه كلها. تمام في ايه؟ برفاناتها عربي. برفاناتها عربي عامله كام؟ عامله 30. 30 جمله وقطاعي؟ جمله وقطاعي 30. حاجه زي كده. حاجه زي ده عامله 30. 30 جنيه برضو جمله وقطاعي. تمام حلو قوي كده. 25. بصوا احنا بناخد لكم سريعا عشان الفيديو ما يطولش معانا. ده عامله كام؟ 25. 25 وبيبدا معانا الاسبري من 7 جنيه ونص. في في المخزن اسبري ب 7 ونص. 7 جنيه ونص تمام بس مش موجود هنا. 75 مللي 20 شكل منه. 20 شكل منه 75 مللي تمام. بصوا عايزه اقول لكم ان البرفانات هنا ما بتخلصش ما شاء الله اللهم بارك. كل ده اسبري وبرفان بس موجود هنا. سيلفر مان. سيلفر مان 35 جنيه. ده ب 35 جنيه. حلو قوي ده 35. ايه العلب دي بقى يا محمود؟ ده علب برفان. علب برفان طقم بيجي مع بعضه يعني؟ جي بي جديده قوي العلب دي صفيح يا جماعه. تمام حلو قوي الطقم ده سبراي وبرفان وقلم صح؟ عامل كام ده؟ ده عامل 100 جنيه. 100 جنيه ده حريمي ورجالي ولا رجالي بس؟ حريمي. حريمي كله. في منه رجالي. في منه رجالي تمام نفس السعر. نفس السعر. تمام. بيل. لافي بيل. اه دي مجموعه برضه. ايه الشياكه دي؟ ده بدل بلاش وبرفان وسبريه وبرفان قلم. حلو قوي. ينفع هدايا كويس. اه هديه هديه حلوه قوي عامل كام ده قبل ما نعينه بس؟ ده عامل 180. 180 جنيه. حلو قوي. منه جميع الروايح في الاس واي والبلاك اكس اس والاس يعني في روايح منه كمان. في كل البرفانات اللي انت شفتي منها موجوده منها. موجود منها طب. هنا طقم. تمام. رجال وقديم. تمام بصوا في حاجه كتير بس استحاله نعرض لكم كل ده. شوفوه على التليجرام بقى اللي سالونا على البرفان عملت لكم فيديو لوحده متخصص برفان وسبراي والقلم بدا معانا من 7 جنيه ونص البرفان والسبراي. تعبتك معايا يا محمود ميرسي قوي على الفيديو ده. الله يخليك تسلم لي. ده نورك يا محمود شكرا. هنيجي بقى للعنوان يا حبايب قلبي. احنا فين دلوقتي؟ احنا موجودين في شارع بورسعيد في القاهره. يعني هتنزلوا القاهره تركبوا العتبه وتوصلوا شارع بورسعيد. فين احنا واقفين دلوقتي؟ في قلب شارع بورسعيد. هتنزلوا العتبه وتركبوا عربيه جامع البنات. ده اتجاه جامع البنات ده كوبري الازهر وهنا جامع البنات. هتنزلوا العربيه هتنزلكم هنا عند كوبري الازهر كده وهتفضلوا ماشيين زي ما انتم شايفين لحد عماره الشابوري. عماره الشابوري هتيجي هي اللي قدامنا دلوقتي. بصوا لحد هنا عصام وعمر. هنفضل ماشيين لحد عصام وعمر بتاع الشنط وقدامنا هنا كمان السلم ده سلم المشاة. احنا مش هنطلع السلم احنا هنمشي من جنبه على طول. بصوا هندخل من جنب السلم كده. دي اسمها عمارة الشابوري وده داخل الممر. انا بديكوا علامات مميزة بس بعد السلم على طول. هنفضل ماشيين كده هنلاقي معانا الممر اللي هنخش منه على اوله كمان الزعيم. الزعيم ده ملابس.
هنفضل داخلين من الممر ده، مش هنمشي كتير. النهارده بقى كنا بنصور كان يوم حد بقى، فكان المحلات قافله، فده لو يوم عادي فهتلاقوه زحمه جدا. يعني احنا اخترنا يوم يكون المحلات قافله فيه عشان نعرف نصور. هنفضل ماشيين كده مش كتير يعني. بصوا هيقابلنا ملابس بقى واكسسوارات وحاجات كتير جدا. لحد هنا هنحود على طول اول ممر هيقابلنا يمين، هندخل فيه. هو اول محل على طول ده المحل اللي عملنا منه الجولة النهاردة، في عملنا 3 جولات من المكان ما شاء الله، اللهم بارك. المكان مليان كميات كتير جدا، فقسمت لكم الجولات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك عشان ناس كتير تشوف الفيديو وتستفاد بالعروض دي، واشوفكم على خير في جولة جديدة ان شاء الله.